إذا مزيان هادشي اللي داروا. مزيان مخير هادشي هذا. غيعاودوها. غيعاودوها تولي واعرة، دخلوا عليها مزيان وحيدوا الغمال وحيدوا داك الشيء ما فيها ما يتساف. وغادي يكون شي أثمنات بعدا. الثمن راه هو الثمن ما عمرهم غيبدلوا الثمن. كان غالي كان غالي أتاي. 10 دراهم. وكاب غزال. دايرينو غير النصارى ماشي المرة. بحال كاب غزال. كاب غزال شي 7 دراهم. او داك الشيء ما فيه ما يتنكل ما فيه ما يتساب. خصهم يصوبوا عاوتاني. خصهم يجيبوا شي ناس مختصين في داك الشيء. اه كيجيو الناس كيعمروا التبصير وكيخلوه كيمشيو بحالاتهم. هاد القهوه هادي اللي تهدمات شنو في نظرك؟ هما تيصلحوها دابا تيصلحوها. ايوا غادي ملي غادي يصلحوها راه غترجع كيف ما كانت الحمد لله. هذا هو الضمانات اللي عطاو الاصلاح اللي كاين. وشحال علموكم بان لكم غطيح ولا يرجعوا ويهدموها؟ لا لا عليا ودي ما علموناش. انت دابا تسكن هنا باش عرفتي انه طاحت؟ لا هما طيحوا شحال من طرعه تيصايبوها يصلحوها. هادشي اللي كاين. وغادي يردوها بحال اللي كانت. كيف ما كانت النهار الاول. شحالويه كاينه هذيك القهوه؟ قديمه 100 مسدودنا. هاد القهوه هادي انت ولد الودايه؟ انا كنجي للودايه وعزيز عليا الودايه وعزيز عليا الودايه ومن بكري ومن القديم وانا عندي تعجبني الودايه وكنجي لهاد القهوه ديال كافي مور. هاد الساعه راه كيصلحوها. وهدموها؟ هدموها كيصلحوها غير دو جديده على حساب المشروع وعلى حساب المدينه ديال الرباط. تعرف مدينه عريقه ومدينه تاريخيه وعندها فهمتي عاصمه يعني خصها تكون زوينه. فهمتي وكنتمناو لكن كانت قبل بحاله خايبه التسيير ديالها ما كانش مزيان. ودابا الحمد لله غيولي نظام جديد غيولي داكشي جديد والوقت ولات جديده.